السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش داخل معتقل كورونا وأخواتها، ولكن علينا أن نصنع لنا دورا ونحن داخل هذا المعتقل لكي نخرج منه إلى الحياة مرة أخرى. إن ثقافة الحياة وفلسفتها أثناء الجوائح تختلف كثيرا عن ثقافتها في الأيام العادية، وتتمثل هذه الثقافة في العناصر المكونة لها، وهي أول واحد الخوف الذي قد يصل إلى حد الرعب من عدو لا نراه ويحصد الأرواح، 2 الاضطرابات النفسية، 3 قلة الموارد، 4 فقدان الدخل تماما، 5 فقدان الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء، 6 عدم الخروج من المنزل أو قلة الخروج من المنزل، 7 عدم توفر المواد الأساسية وخاصة الغذائية والطبية، 8 عدم استساغة وتذوق ما كنا نحبه في الماضي من طعام وشراب ومشاهدات درامية وموسيقى وغناء وفنون ومسرحيات وغير ذلك، 9 الشعور بالوحدة والبعد عن الأهل والأصدقاء، 10 رتابة الحياة وتيبس المفاصل خاصة عند الكبار السن، 11 فقدان قيمة الوقت للبعض كعرض من أعراض الاضطرابات النفسية. وخلاف ذلك من عناصر حياتية قد تؤدي إلى تغيير ثقافة فلسفة الحياة التي نعيشها، مع كل ذلك لابد أن نصنع لنا أدوارا لتتواكب مع هذه التغيرات وتصبح مستعدة لمواكبة تغيرات أخرى. الأدوار التي ممكن القيام بها، سيكون القاسم المشترك الأعظم المتقاطع محوريا مع كافة مناحي حياتنا الموت، والذي قد يكون فجائيا في بعض الأحيان. لفلسفة الثقافة الحياتية أو ثقافة الفلسفة الحياتية التي نعيشها داخل الجائحة، وتصبح كافة قيم الحياة المادية التي نمتلكها بين أيدينا لا تساوي قيمة الموت الماثل أمامنا في كل لحظة من خلال الأرقام التي تتحدث عن عظمته في سرعته في حصد الأرواح. أي أن المرء منا يرى ويقدر وجود الموت ماثلا أمامه كحقيقة لم يكن يدركها من قبل. فما هي الأدوار التي تخرجنا من كآبة هذه الفترة الزمنية غير المعلومة للجميع، حيث أن مادياتنا وكل ما أوتينا به من علم ليس لهم القدرة على تحديد موعد انتهاء هذه الجائحة. الوحيد الذي عنده هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى. فما هي الأدوار التي يمكن أن أتخذها؟ أنا وضعت 34 دور لكل فرد منا ممكن أن يقوم بها أثناء الجائحة وبعد الجائحة. الأول أن تكون طبيبا وممرضا، أعني أن توفر لنفسك المعلومات الطبية الأساسية للتعامل مع مثل هذه الجوائح، وكذلك تعرف مبادئ التمريض المنزلي ومعرفة قواعد الصحة العامة المجتمعية والنظافة الشخصية. أن تكون ناشرا للوعي كي تتمكن من رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين في مجالات الصحة العامة والمجالات الأخرى. نمرة 3 حكيما، كيف؟ بحيث لا تنشر بين أبناء المجتمع في الوطن إلا الأقوال والمعلومات المشهود لها بالصحة للحكماء والعلماء، وتساهم في توجيه المجتمع والوطن والمواطن. نمرة 4 تكون صابرا خلوقا محتسبا، بحيث يكون الصبر هو شيمتك والخلق الكريم هو سيمتك، وتكون محتسبا عند الله مصيرك ومصير المجتمع الذي تعيش فيه أو المجتمع الذي تعيش فيه. أن تكون متواصلا مع من تعرفهم من الأهل والأصدقاء دائما، والجيران والزملاء للإطمئنان عليهم وإسداء النصح لهم. نمرة 6 أن تكون مبادرا مبدعا ومخترعا، بحيث لا تدخل دائرة الخذلان، بل أن تكون دائما المبادرة مقداما ومحاولا لإيجاد حلول مجتمعية مبدعة تصل بها الإبداع لليأس. 7 أن تكون خادما لأهلك، بحيث تكون في بيتك رحيما ودودا خدوما للزوجة والأولاد ومن معك من أهل، وترفع لديهم روح العطاء والتفاؤل والبذل. نمرة 8 أن تكون مؤمنا عابدا متمسكا بأداب دينك حتى يزداد إيمانك بالله، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، وعابدا لله حتى يختارك الله لعبوديته لاطلاعه على نواياك الحسنة، مختليا بالله في خلوتك راجيه وسائله الفرج. نمرة 9 أن تكون قارئا وفاهما، إذ سيكون لديك الوقت الكافي للتمعن في قراءة وفهم المعلومات التي تصل إليك قبل أن تقبلها أو تنشرها. نمرة 10 أن تكون نصوحا إيجابيا حينما تسنح لك الفرصة لتقديم النصح للآخرين، وعليك أن تكون دائما إيجابيا ومحفزا ورافعا للهمم. نمرة 11 أن تكون محللا مؤطرا
بعد القراءة والتمعن والفهم والفهم، إذ من حقك أن تقوم بتحليل المعلومات وضعها في أطر مختلفة سهلة وبسيطة يستفيد منها عامة الناس. نمرة 12، مراجعا لحياتك وشريط حياتك التي انقضت أو انقضى زمانها، وقد تكون هناك فرصة لك لتختلي بنفسك وتحاسبها وتحاسبك قبل أن ينقضي أجلك في هذه الجائحة. أن تكون محافظا على مقدراتك وألا تسرف في إهدارها وصرفها فيما هو ليس من الأولويات لأنك لا تعلم أو لأنك لا تعلمي مدى ديمومة وظيفتك أو وظيفتك التي قد تلغيها الجهة التي تعمل عندها، وأنت لا تعرف المدة الزمنية التي ستمتد فيها هذه الجائحة. 14، تكون كريما سخيا مؤثرا، لأن الكرم باب من أبواب الشفاء، والسخاء سبب من أسباب رفع البلاء، والإيثار سبب من أسباب الرخاء والنماء. أولا مرة تانية، تكون كريما سخيا مؤثرا، لأن الكرم باب من أبواب الشفاء، والسخاء سبب من أسباب رفع البلاء، والإيثار سبب من أسباب الرخاء والنماء. نمرة 15، مطلعا على التاريخ للتعلم منه في كيفية تعامل الشعوب مع مثل هذه الجوائح ومعرفة أسبابها وآثارها السلبية على المجتمع لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها من كانوا قبلنا. نمرة 16، فهما لدينك وعقيدتك من خلال وضع نفسك على حافة هواية الموت لترجع مرة أخرى إلى حضرة الدين وثبات العقيدة. نمرة 17، سامعا للعلماء الحقيقيين ليس الرويبضات الحاليين، العلماء الحقيقيين من الأموات والأحياء، وخاصة الأموات الذين أبلوا بلاء حسن لهداية وأرشاد الشعوب. 18، منتجا لمنتجات تساعد على الكسب، والتفكير هو الجزء الأول من خط الإنتاج خاصة في المجالات التي لك فيها خبرات وإنجازات لكي تكون قادرا على الكسب الدائم وأنت في أشد الحاجة له، فالحاجة أم الاختراع. نمرة 19، تكون باحثا وخالقا لفرص عمل لك وللآخرين، وذلك من خلال تعلمك من تجارب الآخرين الذين واجهوا ظروفا مماثلة لظروفك. نمرة 20، أن تكون متغاضيا عن الكثير من الأعمال التافهة التي كنت تقوم بها من قبل والمهدرة للوقت والجهد والمال. نمرة 21، مستفيدا من الوقت المتاح ومحافظا عليه لاكتشافك بأن الوقت هو الحياة، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهو حصيلة ما والوقت هو حصيلة ما سيجعلك قادرا على دخول الجنة أو والعياذ بالله الهلاك في النار والعياذ بالله. نمرة 22، المحافظة على من حولك في كافة مجالات حياتهم لكي ينمو في ثقافة المجتمع مبدأ التعاطف والتراحم والتآزر. 23، معلما لمن تستطيع الوصول إليه من خلال إيصال المعلومات الحقيقية والسليمة لهؤلاء لكي ينهضوا بالمجتمع بعد الانتهاء من موجته الجائحة. 24، تكون محدثا للتغيير، فأحداث التغيير في المجتمع هو إيمان وحقيقة واستراتيجية ومهمة يستطيع أن يقوم بها من يؤمنون بها فقط. تكون ضعيفا بما عندك من إمكانيات ماديا وقويا بإخوانك وأخواتك وأصدقائك وجيرانك، وذلك لمعرفتك بأن الإمكانيات المادية التي عزلتك عن المجتمع الذي تعيش فيه في غربة ووحدة شعورية لن تعالجها الإمكانيات المادية التقنية. 26، مراجعا للنظريات والأفكار والمعتقدات المجتمعية وتأثيرها على العالم، والإيمان بالفكر الوسطي العقيدي القائم على الثقافة المجتمعية الإسلامية. 27، متفائلا ومحفزا في الخطاب المجتمعي والرسائل التي ترسلها لأبناء المجتمع خاصة الشباب. 28، أن تكون لك رياضة يومية داخل المنزل وخارجه. 29، أن تكون متطوعا في عمل الخير على المستوى الفردي والمؤسسي والجمعوي مع الجيران والأهل والأصدقاء والجمعيات والمنظمات. نمرة 30، مدركا لعظمة الموت وضعف الإنسان، فكما أن الإنسان خلق من خلق الله فالموت أيضا خلق من خلق الله، وكل نفس ذائقة الموت
وإنما توفون أجوركم بغير حساب. نمرة 31 محلقا في ملكوت الله ومدركا بأن الأرض ما هي إلا نقطة في ملكوت الله، فما الأرض إلا شيء لا يذكر من خلق الله سبحانه وتعالى. تتعلم بناء الشراكات لتبنيها مع الآخرين من الكفاءات وأصحاب الخبرات. نمرة 33 أن تكون حامدا لله سبحانه وتعالى مدركا أن الله هو الأول والآخر والرافع والخافض في كل شيء. نمرة 34 الاحترام للجميع ولو اختلف الناس معك في الرأي والثقافة والعقيدة. هذه بعض الأدوار التي واجب علينا القيام بها أو القيام بغيرها أو قيام بأكثر منها أو أقل منها. أتمنى الله سبحانه وتعالى أن هذه الجائحة تمشي على خير مرام وأن ننجى جميعا منها وأن ترجع الأيام إلى ما كانت عليه من قبل إن أمكن. وجزاكم الله خير على حسن المشاهدة، فإن أعجبكم الفيديو ففعلوا الجرس وشاركوه مع أصدقائكم.